مرحبا برج العذراء، أهلا فيكم في القراءة العامة. أول شيء عندنا الجانب العملي من حياتك هنا خلال هذا الشهر، وطبعا دائما احنا نقول طاقة التارو ما تخص وقت معين. هنا عندنا الجانب اللي يخص المشاريع والوظيفة اللي أنت فيها أو مقبل عليها. حتى ثلاث الأقسام، فارس الأكواب، وراها عشرة الخماسيات. تطورات جدا جميلة ولكن بالنسبة لك غير متوقعة، لأن هني أشوفك تدخل في اجتماع عينوك، ممكن أنك تدخل في اجتماع، ممكن أنك تلتقي ببعض الأشخاص أنت تفكر أنهم أشخاص عابرين، ولكن هاي الأشخاص كونك من هاي المجموعة أحد، أنت واحد من ثلاثة. ثلاثة مثلا يضعونك أنت وزملائك في العمل مسؤولين عن مقترح معين، مسؤولين عن مشروع جديد في الشركة، أو أنت مع ثلاثة شركاء، مع ثلاثة موظفين لديك إذا أنت صاحب المشروع. هني عندنا رقم ثلاثة، ثلاثي المرح، ولكن هني صاير ثلاثي المشاريع. هؤلاء هذا الاجتماع الحالي أو اللي صار، يمكن أشوفه كأنه صار في الماضي خلال الشهر اللي فات أو اللي قبله، هو اللي راح يخليك متشجع أنك تاخذ شوي خطوة جريئة أنت مو متعود عليها، تحاول أن تري الآخرين ما باستطاعتك أن تنجزه من الناحية العملية. عندك مقترح هني، فارس الأكواب حامل بيده كوب، هني كأنما كوبك شوي في طاقة ابتكار، تحاول أن توجد حل. هاي الأشخاص يمكن عندهم مشكلة، آتينك يطلبون منك شيء، يطلبون منك خدمة، ولكن عندهم نوع من المعضلة. خلينا نقول مو مشكلة، أنت هني تستخدم طاقة الماء عشان تحل أو تأتي بمقترح مبتكر، ولكن مو هذا هو الجانب القوي أو المبشر جدا لا لحد الآن. إنزين، هذا الهدوء ما قبل العاصفة، العاصفة اللي راح تأتيك عشر الخماسيات، هذا هو كل اللي محتاج أنك تهتم فيه في الفترة القادمة. هذا الخبر الأساسي والمهم، عشر الخماسيات أعلى عدد في طاقة الأرض، وهي طاقة الأموال والأمور المادية، التمكن من المادة. شلون راح تأتيك؟ عن طريق اللي مريت فيه في الشهور القادمة ولحد الآن. إنزين، كونك شخص من ثلاثة مسؤولين عن مشروع جديد، مسؤولين عن منحة جديدة، راح تتعرف مو على أشخاص عاديين، راح تتعرف على نخبة الرواد، رواد المشاريع ونخبة التجار. راح تتعرف على مجموعة جدا متمكنة من الأموال، يعني مجموعة تجار وأنت تكون توك الدخيل أو الجديد بينهم. راح تقول لي شنو هذا يفيدني؟ أن هني هذا مو قاعدة أشوفها طاقة تأتيك الأموال مباشرة، ولكن عن طريق صحبتك لهاي الأشخاص الرفيعين الشأن، ممكن يكون أنك مثلا راح تكون جزء من دائما اجتماعات المدراء الكبار في الشركة أو في المكان اللي أنت فيه إذا كنت في وظيفة. إذا كنت في مشروع فرح تتعرف على ناس جدا، إحنا نسميهم الكبارية. الكبارية هذين جدا لكن يرحبون فيك ويعلمونك أسرار مهمة للمهنة، يعطونك خبرات. دائما يقولون في علم الطاقة، صاحب الناس اللي تريد أن تصبح مثلهم، بغض النظر يعطونك أموال ما يعطونك أموال، يعطونك نصيحة مشورة، مجرد أنك تدخل مجلسهم تصاحبهم تقعد معاهم تحس بطاقة الرخاء. لما تقعد مع فقراء مثلك أو أقل منك تحس بطاقة عادية، تحس بطاقة الافتقار حتى، ولكن لما تجالس فقط هني المتمكنين الناجحين، الناس اللي تريد أن تكون منهم، هني هذا اللي راح تكون مو فقط خطوة جديدة، راح تكون عندك قفزة تبتدي من شهر سبعة، من شهر سبعة إلى يمكن شهر عشرة هني، لأن أشوفه كأنما تشوف ثلاثة زائد سبعة، إحنا في شهر سبعة وهني عندنا ثلاثة، راح تاخذ منك العملية عشان فعلا تقعد بينك وبين نفسك تقول هذا اللي أبي، وأنا عرفت شلون، عرفت الطريق لكي أصبح مليونيرا أو لكي أصبح مرتاح ماديا. لأن تشوف هذه المجموعة، مجموعة النخبة من الكبارية، مو من النوع اللي دائما يكون في أشخاص جدد في محيطهم، دائما يكونون أهم منهم وفيهم أشخاص معينين. مجرد أن يكون عندك يا برج العذراء
دخول لهم، تصريح دخول بينهم، هذا يعني الكثير من الربح لك. رح يعلمونك شلون تستثمر، شلون تصرف، شلون تفكر أنت كمستثمر كتاجر، طريق جدا تضاعف فيه الأموال عندك. خلنا نشوف الجانب المالي يتابع دائما مع الجانب العملي. عندك الخماسي الأول Ace of Earth، مبلغ ضخم، مبلغ علاوة على أساس العمل اللي سويته هني، على أدائك هني في هاي المرحلة، راح يأتيك مبلغ بونس ممكن يكون، أو أرباح ضخمة، أرباح، فرصة العمر. يمكن هذين الأشخاص يشورون عليك، هم على وشك أن يدخلون في مشروع مهم، مشروع جديد مبتكر يحتاج طاقة شبابية، وأنت مثلا عندك هاي الطاقة، يخلونك مثلا هني أنت مسؤول عن المشروع. أبدا لا تتراجع عن هاي المسؤولية، لأن هذه هي الطريق إلى مرادك، وراها ملك الأرض. من هني مبعوث، شوف عندك هني فارس الماء، كأن أحس أن طاقة مبعوث، طاقة تشتغل عند أحد، إلى طاقة هني ملك الأرض، أنت اللي تأمر، أنت اللي تنهي، أنت أيضا من أنت من ملاك المشروع، تصبح مو فقط الموظف هني، تصبح من ملاك المشروع، تصبح من حملة الأسهم، تصبح من الأشخاص اللي من تحققون ربح وايد، على طول البونس يأتيك ضخم ثقيل دسم دسم دسم، ولكن اللي هني أحسه مو دسومة أكل، دسومة أموال، أموال أكثر مما تقدر تعد وتحصي. إذا أخذت في هاي الطاقة والفرصة المتوفرة أمامك، إذا ما مثل ما نقول إحنا اختفيت عن الأنظار أو خفت، صار عندك نوع من الخوف، هني موجود عندك كارت القوة. لا تتراجع ولا تخاف، هذا الكارت يقول لك لا تتراجع ولا تخاف. لا تقول مثلا أنا مو قد المسؤولية، لما يشوفون هني أدائك إنزين وعلى طول يقلدونك هذا المنصب الكبير، لا تقول أنا مو قد المسؤولية. أنت تشوف هني في راتب أو قفزة في الدخل جدا ضخمة، ولكن تخاف من المسؤولية، أبدا لا تخاف، أنت على قد المسؤولية يا برج العذراء. نشوف جانب الدراسة، عندنا كارت الأحمق رقم 0، إنزين وراها ملكة النار، وراها 10 الأغصان. برج العذراء في الدراسة راح تضطر أنك تبتدي من الصفر، إما أنك تدخل الجامعة لأول مرة وتختار التخصص. أشوف أنه صار عندك شوية تخوف حتى في الجانب العملي، صار عندك تخوف ولكن مو مبني على أساس من الصحة. هني 0، ممكن أنك رسبت في مادة محتاجة تعيدها، ممكن أنك قررت أنك تغير تخصصك، على وشك أنك تغير تخصصك، تفكر في هذا الشيء. ممكن أيضا قرر أنك تغير الجامعة، عندك تغيير، تغيير يطلب منك هني شجاعة، ترى الطاقة مترابطة مع بعض حتى لو ما كنت أنت موظف أو صاحب أعمال. الشجاعة أن أنت ما تخاف أن تترك أي شيء تحسه وراك ما عاد يخدمك، ما عاد يسعدك. المادة مو فقط بالرقم، المادة حتى بالراحة، هل أنا قاعد مرتاح في اللي قاعد أسويه وأدي؟ الكارت رقم 0 محتاج منك الشجاعة، أنت ما تعرف شنو اللي مقبل باتجاهه، يعني ما تقدر تكشف المستقبل بشكل نهائي، تقدر تستخير مثلا ولكن ما راح تقدر تعرف. بما معنى لما هني مثلا تقرر أنك تبتدي من الصفر في جامعة أخرى في تخصص آخر، عندك ملكة النار. ملكة النار موجودة هني تقول لك قرارك راح يكون صائب، خصوصا إذا سويته، طاقة وايد نار عندك هاي الشهر، خصوصا إذا سويت هذا القرار من أجل نفسك، من أجل تترك شيء معاجبك، من أجل شيء أنت تحبه، في تشجيع. وعشر الأغصان، قاعدة أشوف هني إذا أنك تحاول يا برج العذراء أن تعادل مواد جامعية قديمة تكمل عليها في جامعة جديدة، راح يكون جدا صعب. مضطر أنك عشان تبتدي تخصص جديد في جامعة جديدة أنك تبتدي من الصفر، تروح عليك مثلا كل أيام كل الدراسة اللي خذيتها قبل، درست 3 4 مواد 7 مواد، راح تضطر أنك تعيدهم كلهم، لأن يمكن هاي الجامعة الجديدة ما تعترف بجامعتك، في هاي النوع من الطاقة.
انزين خلينا نشوف جانب الهجره هي برج العذراء. عندنا الكوب الاول فارس الاكواب، وهنا الساحر ملك الاكواب. ملك الاكواب هو الشخص او الهيئه الجهه المسؤوله عن اعطائك الموافقه بالهجره. هذا انت فارس الاكواب قاعد تروح. هني بعد عندنا فارس الاكواب. فارس الاكواب هالشهر انت صاير مثل المبعوث، مثل اللي مخول انزين، قاعد تحمل اوراقك، تحمل مقترحاتك، تحمل اوراقك الرسميه وتروح تقدم هني عند هاي الجهه عشان الهجره. لكن هذا الشخص الساحر احذر منه، قاعد يوهمك انه ما راح تقدر تحصل على الهجره الا عن طريق وساطته. تعرف اللي يسمونه الوسيط، سواء كان وسيط مترجم، سواء وسيط عقاري، وسيط طبي، حتى ساعات في ناس كذي في الدول الخارجيه يقول لك بما انك ما تعرف اللغه احنا راح نسوي لك وساطه، مكتب يدعون ان هم يقدرون يعطونك الفيزا تبع الهجره في وقت اقل. هذولين نصابين، عندهم كرت الساحر المتلاعب اللي قاعدة أشوفه هني. إذا تخلصت من هاي الجهة المتلاعبة راح تقدر أنك توصل لنفس النتيجة بروحك، النتيجة ما راح تتغير. هذين الأشخاص المسؤولين عن صنع القرار النهائي، وجود طاقة الأكواب عندك وعندهم قاعد أشوفها كموافقة. راح تاخذ وقت ولكن موافقة مبدئية، لأن هذا ملك الأكواب وأنت فارس الأكواب. ولكن هني في اشخاص يبون يقنعونك، يمكن دائما يطرشون لك ايميلات، دائما يكلمونك، يسوون نفسهم يفهمون وقاعدين يخدعونك ان راح يستطيعون يعطونك الهجره قبل ما يحين وقتها. لا تصدق كلامهم وتخلص من الوساطه في موضوع الهجره. خلينا نشوف جانب الصحي. طبعا جانب الهجره والصحي والقانوني ما تنطبق الا على الاشخاص اللي عندهم نوع من الأخبار اللي ينتظرونها في هاي الجانب. يعني إذا عندك صحتك 100% ما لا داعي. ملكة الأرض في الجانب الصحي، ستة الأكواب وكرت القمر كرت برج الحوت. قاعد أشوف هني حرف الحاء، إما حصى أوكي، إما حلق، إما عندك التهاب في الحلق بسبب كثرة شرب المشروبات الباردة، أو عندك شيء يخص الحصى، حصى في المرارة، حصى في الكلى. الحل الوحيد الأدوية تقدر تأخذك لحد معين، أو العلاج. دائما الحل يتطلب منك شيء جذري، شيء يخص الماضي، يعني حلول جذرية تخص أكلك، شربك، أسلوبك اللي تتبعه. النصيحة لك هني أنك تكثر من شرب الماء، طاقة الماء. ورقم ستة هني قاعد يعني لي أنه 6 الصبح و12 الظهر، وبعدين وقت الماء عندك، يعلك ان شاء الله تحط مؤقت عشان يذكرك انك تشرب الماي في اوقات معينة في يومك، ولازم يكون عندك كمية محددة لازم تخلصها كل يوم. هذا الحل الوحيد. اذا انت ما تقدر تلتزم فقط عن طريق التفكير نفسك، فحط لك مؤقت. انزين خلنا نشوف الجانب القانوني. الجانب القانوني هو الوحيد اللي ما اشوفه جدا مبشر، لان عندك فيه 7 الخماسيات، يليهم كارت الجاجمنت أو الحكم. راح يطلع الحكم ولكن مو لصالحك، لصالح الطرف الآخر، خصوصا إذا كان الموضوع يتعلق بالأموال. ملك الأرض راح يطلع الحكم ولكن مو لصالحك، كأنما تحس أنك مو بس مو لصالحك، راح تضطر أنك تتحمل مثلا أيضا نفقات المحامي، ولو أن هاي الجهة مو محتاجة أن أنت تتحمل نفقاتها، ولكن بس لأنهم يقدرون. إذا كانت تخص الأموال، إذا كانت تخص شيء ثاني مثل الحضانة، أمور اجتماعية، أشوف إنه لا، في فرصة أفضل إنك تحصل أو تكسب على القضية. برج العذراء بنسوي القراءة العاطفية اليوم. يقول لك الشاعر: لا تقل للمدعي أسرار العشق والعربدة، حتى يموت بغير أن يدري في ألم عجبه وحبه لنفسه. في أخبار، في بشارات، أخبار لطيفة أنت مقبل عليها في حياتك العاطفية، مو أخبار فقط رجوع الحبيب، أخبار خطبة، أخبار زواج، أخبار حمل، أخبار ارتباط رسمي. ولكن لا تقول في شخص أنت مقرب له، أو أشوفك أنت مثلا يا برج العذراء دائما من النوع اللي تتكلم،
تتكلم إذا صار حدث مهم في حياتك، أحد تقدم لك أو على وشك الزواج، الكل يدري. هني يقول لك لا تقل، تكتموا على أموركم، لا استعينوا على حاجاتكم بالكتمان. شيء كذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وصرت عاشقا، وصر عاشقا وارضى بالعشق، فإنك إن لم تفعل ذلك فسينتهي أمر العالم يوما دون أن تقرأ النقش المقصود في خيمة الوجود. رح يتعسر عليك أمرك، أمرك اللي تريده بالزواج، الخطبة، رح تتعسر. مو فقط تتعسر، تنتهي تشوف الشيء. إذا يا برج العذراء دائما تشوف أنه تتفركش عندك الأمور، تتفركش الخطوة قبل حتى أن يتم الزواج، لأن هني عيون المدعي. من هو المدعي؟ شخص يدعي أنه هو قريب منك، صديقك، ولكنه في الحقيقة ما يتمنى لك الخير، يحسدك. فما راح تنال اللي تقرأ النقش في المقصود في خيمة الوجود، يعني حتى لدرجة أنه ما راح تصل إلى مرحلة تشوف فيها عقد الزواج موجود أمامك، وقع الشريك وحان بس الوقت لتوقيعك. قاعد نشوف هني ان في عقد ما راح يصير اذا دائما انت تقول، كأنه حتى يقول لك هني انت ما لازم تقول لأحد، وانت مو مدين لأحد ان تخبره بكل اللي قاعد يصير في حياتك. لا تقول لهم انك راح تعقد او راح تتزوج الا لما خلاص العقد يكون امامك لهاي الدرجة. انزين، وما أجمل ما قال لي صنم أمس في مجلس من مجالس المجوس، حينما قال: ما شغلك، ما شغلك بأهل الكفر ما دمت لا تعبد الأصنام. بالضبط، أنت هني في أشخاص مخللهم حولك يا برج العذراء، في أشخاص مخللهم حولك أصلا مو على مشاياك، مو على مشاياك، يحبون النميمة، يحبون أذية الناس، ما يثقون فيك أصلا. علاقتكم هني أشوفها مو طيبة، ما في توافق بينك وبينهم، انت متحرر وهم متدينين، او العكس انت متدين هم متحررين، فوق هذا كله ما يتمنون لك الخير. فانت شنو قاعد تسوي؟ ما شغلك باهل الكفر، ليش قاعد معاهم في المجلس هذا دام ان انت ما تعبد الاصنام؟ حتى الحديث اللي يخوضونه انت ما تقدر حتى تتكلم معاهم فيه، لانه ما يخصك، مو الامور اللي تهمك. أشوف هنا في أحد من برج العذراء مشغول وقاعد يجالس أشخاص ما منهم فايدة. وبربك يا سلطاني إن طرتك قد حطمت حالي، فإلى متى تفعل هذه السوداء مثل هذه الجرأة وطول اليد؟ وبربك يا سلطاني إن طرتك قد حطمت حالي، فإلى متى تفعل هذه السوداء مثل هذه الجرأة وطول اليد. خلينا نشوف البيت اللي عقبه. وكيف يمكنك أن تظل مستورا في خجلك، قابعا في زاوية السلامة، وهذه عينك ما زالت تحكي لنا أسرار العربدة والخلاعة. نقطة ثانية، حتى لو أنت هني تحاول تخبي عنهم أسرارك عن طريق أنك ما تتكلم، من كثر ما هذين الأشخاص متعودين أن أنت تكون في المجلس وتسولف ولك روح، لك حس في المجلس، فلما تصمت رح يحسون فيك، فما تقدر أنك تظل مستورا وقاعد في زاوية. كأنما هني النصيحة لك أنك فقط إذا جلست معاهم في المجلس ولكن ظليت ساكت مو هو الحل، محتاج حل جذري أكثر من كذي. محتاج أنك في الفترة القادمة عشان يتم عندك موضوع الارتباط والزواج تبتعد أصلا عن مجالستهم، لأنه راح يحسون فيك، متعودين عليك في المجلس، متعودين عليك، يعرفون متى يكون تحت راسك شيء أو في قلبك شيء ما قاعد تقوله لهم. هنا عندك عدم قدرة، الشاعر حذرك أنه راح يكون عندك عدم قدرة على أنك تداري. ما يصير تظل معاهم وتظل ساكت، لأن هني يقول لك عينك ما زالت تحكي لنا أسرار العربدة والخلاعة. عينك راح تفضحك، إذا مو عينك فهو سكوتك بهاي المعنى. ولقد رأيت الفتن التي ثارت في ذلك اليوم حينما عانت ولم تجلس معنا بعض الوقت. صح، لما أنت تشوفونك اختفيت من المجلس، سواء كان مجلس صداقة، مجلس أهل، رح يستغربون وين فلان وين فلان، يستغربون، يستنكرون استنكار، ولكن على الأقل ما رح يتمكنون يكون عندهم الجواب ويحسون فيك إنه فلان شكله أحد متقدم له
أو فلان على وشك أن يخطب، فلان على وشك أن يتزوج، وردون يحطون عينهم عليك من حسد يتفركش الشيء. إنزين هذه شغلة. الشغلة الثانية هني لما يقول ولقد رأيت الفتن التي ثارت في ذلك اليوم، كأنما أنت شفت بعينك أن في الماضي حسد الأشخاص دائما ينتبهون، أنت على نيتك تقول لهم اللي يصير في حياتك وهم ينتبهون يحطون البال عليك. شفت شلون الفتن هاي الطاقة، طاقة الحسد اوريدي فركشت عندك ترى احتمالات سابقة للزواج، للارتباط، للحب، أذوك من قبل، وكأنما أنت حسيت إن في حسد منهم وفي عين حاطينها عليك، ولذلك تفركش الشيء اللي عندك، ولكنك ما اتعظت، كأن مشاعر قلك أنت شفت ولكن ما اتعظت في السابق، حان الوقت إنك تتعظ لأنه قادم تجاهك شيء جميل. آخر بيت يقولك ويا حافظ إن العشق سيؤدي بك في النهاية إلى طوفان البلاء، ولقد ظننتك كالبرق الخاطف قد قفزت من هذه الورطة دون إبطاء. زبدة هذا اللي قلته كله، إنها حبك للمجالسة، هني أشوف حبك لمجالسة أشخاص معينين، تعودك عندك عشق، تعودك على أنك دائما تقول مثلا لأصدقائك، لصديقاتك المقربين حتى منك عن شنو على وشك أن يحدث، على وشك أن فلان يتقدم لي، على وشك أني أنا أخطب، في أحد عجبني، على وشك أن نرتبط. هني الشاعر يقول أنا توقعتك يا أنت يا برج العذراء أن تكون أذكى من كذي بوايد، كأنما هو ينصحك ويشجعك أن تكون مثل البرق الخاطف اللي تقفز من هاي الورطة. لا تفكر شنو راح يقولون لما يفقدون وجودك، يفقدون صحبتك، يشوفونك مختفي. انت ما تدين لأي شيء، ما تدين لأي أحد بأي شيء. انزين كل برق الخاطف لازم تختفي عن الأنظار، هني قاعدة أشوف برج عذراء لازم يختفي عن الأنظار، وشوي يبتدون ينسون هاي الناس اللي دائما مركزين عليه الانتباه وحاطين عليه العين عشان يتم عندك موضوع الزواج. هذه هي العقدة اللي مأخرتك.